الزمالك اسم كبير، عايزين لعيبه عندها ضمير. ده كان هتاف جماهير الزمالك النهارده اول لما جه النهارده جون الاول لبطل انجولا. طبعا خليني اكلمكم على كواليس لقاء الزمالك النهارده اللي انتهت بالتعادل 1-1، واللي جه الجون الزمالك يعني في اللحظات الاخيره واخر هجمه كده في اللقاء. طبعا النهارده حاله من الحزن القوي جدا بيسيطر على كل جمهور الزمالك عقب انتهاء لقائه يعني مع بيترو اتلتيكو في دوري الكونفدراليه. طبعا خليني اكلمكم على كواليس اللقاء النهارده. بروس كانت اول لما نزل من الملعب كده جماهير الزمالك كانت حريصه ان هي تنادي عليه من قبل من وقت التسخين. بروس كده بص لهم وعمل لهم حركتهم الشهيره يعني اللي معروف بيها اللي هو اللي هيجي علينا هنمرجحه كده، وكان بيضحك وبيعملها. كل الجمهور ما كانش متوقع النتيجه طبعا ديت النهارده. امير مرتضى بقى هو اللي كان حريص النهارده اللي هو يبقى متواجد في ارض الملعب من قبل بدايه اللقاء، وكان واقف بيبص على يعني الاحماء كده. المنافس النهارده وقف تابع لاعيبه الزمالك اثناء الاحماء الاخير اليوم قبل اللقاء. كل الجمهور اللي كان متواجد في عدد كبير منهم كان حريص اللي هو يلتقط الصوره التذكاريه النهارده مع امير مرتضى اللي كان متواجد النهارده. جماهير الزمالك كلها بقى كانت بتهتف كده يعني للاعيبتهم من اول اللحظات كده. افريقيا يا زمالك، افريقيا يا زمالك. الدنيا في المباراه بقى كانت شاده جدا النهارده. مدرب بيترو اتلتيكو كان باين عليه اللي هو مدرب صعب وشديد، كان بيزعق لعيبته من الوقت للتاني وكان واقف على الخط دايما بيطالبهم الضغط على الزمالك. بروس كان عاده واقف هادي. جماهير الزمالك بقى النهارده هي اللي انفعلت بشكل قوي في الشوط الاول جدا على لعيبتهم وبدات تهتف لهم العب بقى يا عم خلي عندك دم. كان واضح ان هم مش عاجبهم ادائهم في المباراه النهارده، وده اللي ظهر لانهم الوحيد اللي نال اعجاب الجمهور النهارده واللي سقفوا له اكتر من مره هو عبد الله جمعه. جمهور الزمالك سقف له بشكل قوي النهارده اكتر من مره كده اثناء اللقاء، واول لما انتهى الشوط الاول وهو خارج سقفوا له وهاجموا بروس بشكل قوي وهو خارج يعني ما بين الشوطين كده. الشوط الثاني بقى الدنيا كانت شاده جدا جدا. جماهير الزمالك النهارده من وقت للتاني بتهتف للاعيبتها بتضربها بالتركيز، كان واضح الشد على كل مسؤولي الزمالك اللي كانوا موجودين في المدرجات. لكن الاجواء اتغيرت خالص اول لما جه بقى جون بطل الجول الاول اللي يعني خلى حاله من الغضب الموجوده على كل الزمالكاويه كانت واضحه جدا. بدا كل جمهور الزمالك يهتف بقى ان الزمالك اسم كبير محتاج لعيبه عندها ضمير، وبدات بقى الجماهير تنفعل. بدا الانفعال يظهر برده والتوتر يظهر على دكه الزمالك اللي كانت يعني مشدوده بشكل قوي جدا. لكن بقى الاجواء اتغيرت خالص النهارده اول لما تبدل كهربا وهو خارج كده. في عدد من الجمهور اللي كانوا موجودين في المقصوره هاجموه، لكن اللاعب ما قدرش يستحمل وقام جاي يعني تافف عليهم. كان اللقطه دي نرفزت كل الجماهير اللي كانت موجوده، بداوا يتعصبوا بشكل قوي وبداوا يهتفوا ضده. يعني كان باين ان هم بقى خلاص بداوا يعني ينفعلوا ضد كهربا بشكل قوي، وده اللي ظهر في اللحظات الاخيره وفي اخر اللقاء. طبعا اللحظات الاخيره كانت لحظات الشد القوي جدا عند كل جماهير الزمالك اللي كانت فضلت تهتف للاعبتها العب بقى يا عم خلي عندك دم. ما كانوش متخيلين ان هم ممكن يخرجوا النهارده خسرانين او متعادلين. طبعا في اللحظات الاخيره جه الجون بقى التعادل كده للزمالك، ظهر الارتياح الى حد ما على المستشار احمد جلال اللي هو يعني عايز يخرج حتى بنقطه ما يخرجش خسران. يعني كان باين عليه الفرحه كده او الارتياح الى حد ما. لكن بعد انتهاء اللقاء بدات الصدمه بقى القويه على كل جمهور الزمالك اللي هاجم بقى اللعيبه النهارده بشكل قوي جدا. بداوا يعني يشدوا على امير مرتضى اللي كان قاعد وكان باين عليه التوتر وكان باين عليه يعني النرفزه القويه. بدا بقى كل الجمهور يعني يقول له احنا مش عايزين كهربا ومش عايزين كذا لعيب ومش عايزين اوباما. كان واضح ان هم غضبانين جدا من حركه كهربا النهارده وانفعلوا بشكل قوي جدا على يعني على كل اللعيبه وهم خارجين. بداوا يهتفوا ضد اللعيبه رغم ان هم يعني سقفوا لهم كده اول لما جو جه، لكن الدنيا كانت شاده جدا وكان باين حزن على كل جمهور الزمالك اللي غادر النهارده في حاله من الهدوء القوي جدا. طبعا النهارده بيترو اتلتيكو بيلعب من غير ولا مشجع في المدرجات، كانت مدرجاتهم خاليه جدا ما فيش حتى مشجع ليهم، لكنهم قدروا يخرجوا من استاد برج العرب بنقطه غاليه قدام الزمالك. حاله من الحزن بيعيشها كل مسؤولي الزمالك وكل الجماهير اللي كانت متواجده في المدرجات، وحاله من السعاده ويعني بتظهر على لعيبه بيترو اتلتيكو هم خارجين النهارده. يعني هارد لك للزمالك اللي بيصعب الدنيا على نفسه كده في مجموعته في الكونفدراليه وبتزين المجموعه. يعني بنقول له ربنا يوفقك ان شاء الله في الماتشات الجايه، ويعني ربنا يعني يوفق بقى جمهور الزمالك ويصبرهم على اللي بيحصل.